رغم ان الكلام كتير قوي على تشكيله منتخب مصر، بس لو انت متابع كارلوس كروش كويس فالراجل معروف هو هيعمل ايه ومعروف هيلعب ازاي. 4 3 3 الراجل مقتنع بيها جدا. 4 3 3 محمد الشناوي ناحيه اليمين، عمر كمال عبد الواحد، الونش وعبد المنعم، والناحيه الثانيه احمد ابو الفتوح. خط الدفاع ده ما فيهوش تغيير ولا هيكون فيه تغيير، لان ثابت احمد حجازي اجبرتك على عبد المنعم والونش. نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، ومحمد النني، الا بقى لو هو يحط دونجا وفي وسط الملعب، ودي حاجه صعب ان انت تعملها النهارده خالص، وصعب كمان انك تحط قفشه قدام المنتخب السنغالي اساسي في نص الملعب. الا بقى لو انت فكرت انك تهبد هبده وتحط قفشه ناحيه الشمال، ودي حاجه ما توقعهاش، لان الراجل بيعشق فكره ان عمر مرموش بيعمل له ادوار هجوميه ناحيه الشمال. المفاجاه الوحيده اللي ممكن يعملها في التشكيل هو ان هو يبدا بتريزيجيه تحت عمر مرموش، وهنا هيشكل خطوره ناحيه الشمال بالنسبه للمنتخب المصري، لان هو ناحيه اليمين عارف كويس قوي ان نص الملعب تحت محمد صلاح لازم يكون بيعمل واجبات دفاعيه، لان الناحيه دي فيها مانيه وفيها الملعب كله هيكون مايل الناحيه دي اساسا، ناحيه صلاح وناحيه مانيه. فصعب جدا انك تفكر تلعب في حمدي فتحي او تفكر تلعب بالنني وتفكر ان انت تغيرهم، لا هو يا نني يا حمدي فتحي يكونوا موجودين تحت محمد صلاح، وانا شخصيا بفضل حمدي فتحي لانه دفاعيا اقوى من نني بكتير. حط النني ديفندر وقتها ممكن تضحي بنص الملعب شويه، بس النني بيأدي في مركز سته كويس جدا. طبعا السؤال ما ينفعش خالص انك تلعب بيه سته. صلاح ومصطفى وعمر مرموش ما اعتقدش ان هم فيهم تغيير، ما اعتقدش خالص ان هم فيهم تغيير. هنلعب جيم دفاعي؟ هنلعب جيم دفاعي، ما قدمناش حل تاني. ما ينفعش ان احنا ننزل نلعب جيم هجومي وننزل نفتح المباراه قدام المنتخب السنغالي. هنواجه مشاكل كبيره جدا، هنواجه ازمات كبيره جدا في الالتحامات، هنواجه ازمات في نص الملعب القوي جدا بالنسبه للمنتخب السنغالي، سواء كوياتي سواء لعيب زي ادريس اجانجيه، نص ملعبهم حاجه فخامه بسم الله ما شاء الله. طبعا خط الدفاع عندهم حاجه فخمه، وحارس المرمى ادوارد ميندي حاجه فخمه، بس احنا يعني على الله حكايتنا. هو ده التشكيل اللي انا بتوقعه بصراحه. فكره ان انا اطلع عمر مرموش زي رضا عبد العادي صعبه جدا، لان عمر مرموش حاجز مكان في المنتخب المصري مع السيد كارلوس كيروش. محمد حسن تريزيجيه الراجل مش مقتنع خالص بفكره ان هو يلعب اوف، راجل مقتنع ان هو بيلعب نص ملعب في الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب، الا بقى لو اتفرج على تريزيجيه الفتره الاخيره. بس اتفرج على تريزيجيه الفتره الاخيره فين؟ الموضوع صعب انك تروح تتابع تريزيجيه بعد ما تم اعارته من استون فيلا ورجع تاني الدوري التركي. اعتقد ان هو يكمل بنفس الافكار، نقطه قوتنا هتكون موجوده ناحيه اليمين محمد صلاح، المفاجات هننتظرها من عمر مرموش، الادوار الدفاعيه مصطفى محمد هينزل يعملها على لعيبه نص ملعب المنتخب السنغالي علشان يمنعهم من ان هم يعملوا هجمه. المنتخب المصري عنده هويه دفاعيه؟ عنده هويه دفاعيه. هل دي بتشكل مشاكل؟ ما بتشكلش اي مشاكل خالص، احنا ممكن نسرق المباراه طول ما احنا بندافع كويس، وطول ما احنا واقفين في الملعب صح، وطول ما احنا عارفين ندافع كويس، الموضوع بالنسبه لي مش مخيف جدا. انما هتقرر تعمل جيم هجومي، انت مش حاجه انك تعمل جيم هجومي، لان خط دفاعك محمد عبد المنعم بيمر بفتره الاخيره بهزه كبيره جدا، والوينش ما ينفعش ان انت تفتح الملعب على الوينش وعلى لعيب زي محمد عبد المنعم الفتره دي في مستواهم الحالي. فصعب جدا انك تعمل جيم هجومي وخط الدفاع بتاعك عنده مشاكل كتيره جدا في التركيز، وعنده مشاكل كتيره جدا في الماتشات الكبيره. نص ملعبك هيجبرك برضو انك تعمل جيم دفاعي، لان النني والسوليه وحمدي فتحي ادوارهم الدفاعيه اكبر بكتير جدا من مسانداتهم الهجوميه، ومن ان هم بيقدروا يخلقوا فرص لزمايلهم. هتقول لي عمرو السوليه بيعمل اسيستات جميله جدا مع الاهلي، هقول لك ما هو في حمايه كبيره في نص ملعب الاهلي بتخلي السوليه يعمل الواجبات الهجوميه دي. طب لو ما فيش حمايه، لو ما فيش حمايه عمرو السوليه بيكون تايه في النص. وما تنساش ان احنا بنتكلم على لعيبه كلاس ايه في المنتخب السنغالي، ففكره انك تفكر انك تمسك كوره وتعمل جيم هجومي عليهم هي فكره انتحاريه لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله ربنا يخيب الظنون والافكار الانتحاريه دي تطلع ناجحه ونعمل جيم هجومي، ولا مني لا اتوقع ده. بس لو عجبك الفيديو غير منك، ما عجبكش الفيديو براحتك، هذا رايك وده توقعي الشخصي ان هو مش هيغير عمر برضه.